حدثني محمد بن عبد الرحيم حدثنا ابو معمر اسماعيل بن ابراهيم حدثنا ابو اسامه حدثنا شعبه عن ابي التياح عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلك الناس هذا الحي من قريش قالوا فما تامرنا قال لو ان الناس اعتزلوهم قال محمود حدثنا ابو داود اخبرنا شعبه عن ابي التياح سمعت ابا زرعه